نعم صحبة، تعود نفسك الجلوس بعد الفجر للإشراق، يكون لك درس بعد الفجر، هذا أحسن حتى تحضر. في القديم عندنا حتى عندكم هنا أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، كان تحضير للصلاة المفروضة، أي نعم معروف هذا التحضير، يحضر للصلاة المفروضة. في رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، يعني زمن بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يرسل رسالة للمفتي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سمحت المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم حفظ الله تعالى، أما بعد آمل تحضيري في صلاة الظهر في مسجد كذا لعملي، وإعلام المسجد الأول الذي بجانب بيتي أنني لا أصلي الظهر لصلاتي في مسجد كذا، حتى يحضر هناك ما يحضر هنا. والله في رسائل المفتي موجودة تحضير للصلاة المفروضة مثل ما يحضر في العسكرية عندنا. الذي يتأخر يضرب. المسجد كل المسجد لم يتأخر أحد، وجاء واحد متأخر وأدرك من صلاة الفجر ركعة، وعندما سلم الإمام سلمها، فهذا الذي بجانب هذا بصوت منخفض يقول له بقي عليك ركعة، لأنه يخاف أن يسمع الإمام والمؤذن، ممكن هذا يضرب لأنه ساكت عن باطل، فيقول بقي عليك ركعة، يقول اسكت اسكت الله يغفرها. أما هؤلاء لا، يقول الله يغفرها ركعة، أما هؤلاء لا. فها كان التحضير حتى في الصلوات المفروضة. أي نعم والله أخواننا سبحان الله في الوظائف، ونحن نعرف هذا، أحياناً السجل الوظيفي 25 سنة 28 سنة، والله ما تجد في السجل الوظيفي يوم واحد غياب، لا حتى يعني متأخر في يوم واحد لا تجد في السجل الوظيفي، صح؟ أصحاب الوظائف اسألهم، ما يمكن، صح؟ لماذا اليوم الواحد لعله 100 دينار أحيانا، إيه كيف يغيب؟ ما يغيب. أما الصلاة دروس العلم لا أشكر. صلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تدل على وجوب صلاة الجماعة أن في الحرب جماعة واحدة، في الحرب جماعة واحدة، لماذا؟ حتى يعلم الأعداء اجتماع الأمة حتى في الحرب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار. وكان الرجل يؤتى به يهادى به بين الرجلين، يعني يحمل على الأكتاف، قال ولا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق، صلى الله يعفو عنا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة ورتب الآن، ذكر الجمعة لأنها فرض. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. ثنى بالعيدين لأن البعض يرى أنها سنة مؤكدة، البعض يرى أنها واجبة، العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. ناسب أن نذكر كتاب الجنائز هنا، وقلنا لأن أكثر أو من أكثر ما ينتفع به الإنسان بعد موته الصلاة عليه، وناسب أن يذكر هنا تجهيز الميت تكفين والصلاة عليه. ذكرنا بالأمس أن الأحوال مع الميت ثلاثة، قبل وعند وبعد. نعم. قبل الوصية والتذكير بأداء الحقوق وكتابة الحقوق وكذا، وعند الموت التلقين وتغميض العينين وشد لحيه وتلين المفاصل، وبعد الموت التجهيز والتغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، الزكاة تنقسم قلنا بالأمس إلى قسمين، زكاة بدن وزكاة مال، هي في الأصل إلى قسمين فريضة ونافلة، أتكلم عن الفريضة قسمين، زكاة بدن زكاة الفطر، وزكاة مال أشياء أربعة،
النقدين وما يقوم مقام النقدين، الذهب والفضة عملة ورقية، دينار، درهم، جنيه، يورو، أورو، أو كذا. الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة التي ترعى كل الحول أو أكثر الحول، ترعى من الحلال، تخرج إلى المراعي، لا يعلفها، من بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، فيها زكاة على الجدول الموجود الحديث. الثالث الخارج من الأرض، حبوب وثمار فقط، حبوب وثمار فقط، تمر، زبيب مثلا، قمح شعير، لا يشترط فيها مضي الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، يشترط فيها بلوغ النصاب. نعم. الرابع عروض التجارة، وهذا أوسع باب، كل ما أعد للبيع والشراء، معرض لبيع السيارات، معرض لبيع القطارات، الطائرات، سوبر ماركت، مواد البناء، كل ما لذ وطاب، هذا عروض تجارة. الحول يحدد حول، وفي الغالب عندنا التجار يحددوا رمضان لأنه شهر معروف، وغالب الدول على الأشهر غير العربية، فرمضان يحدد الحول، وعندما يأتي رمضان ينظر كم لديه في الخزنة. ها كم يا شيخ شباب؟ 40 مليار، 40 مليار دينار كويتي. إيش يصنع؟ يأتي بالحاسبة ويقسم على 40، قسمة 40 إذن يخرج مليار، مفهوم؟ 120 مليار دينار كويتي. كم فيها؟ 120 مليار يا إخوان، سهلة جدا، 3 مليار. الله يفتح عليك يا شيخ، الله أعلم تخرج الزكاة. تمام. لأن الأستاذ الشيخ المدرس علم الطلاب كتاب الزكاة، وهم 3، وقال كل واحد منكم يرجع إلى أبيه وينظر في الدفاتر ويحسب الزكاة ويأتيني غدا، واجب منزلي. واحد منهم يتيم، ويعني استحى أن يرجع إلى الأستاذ ويقول أنا يتيم وكذا، فماذا صنع؟ عندما دخل الليل وغطى بظلامه، دخل إلى بيت الجيران، ودخل إلى المكان اللي فيه الدفاتر، أوقد المصباح وبدأ يشتغل، دفاتر كثيرة، هذا غني، وانهمك في العمل هذا الطالب، ولم يدري مع قوة العمل والمسائل والحساب وكذا، استيقظ صاحب البيت فدخل على هذا الطالب، قال لس سارق؟ قال أنا؟ قال نعم. قال أنت اللص، كل ما في هذه الأوراق خطأ، لهذا أنا وأمثالي فقراء في هذا البلد، أرفع أمرك ولا بد إلى الشيخ، لابد نتعلم الحساب، مفهوم؟ أي نعم. ولهذا بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني يمثل أحيانا بأشياء، يعني يقول مثلا الآن عندنا الدينار من الذهب والدراهم من الفضة، يقول 200 درهم كم فيها؟ 200 درهم يا رجل، 200 درهم قسمة 40، كم زكاة 200 درهم؟ 5. تمام. 100 درهم ليس فيها زكاة، إن الزكاة في الفضة إذا بلغت 200 درهم، 595 جرام، ومن الذهب 85 جرام، فثمانين جرام كم زكاة 80 جرام من الذهب؟ ليس فيها زكاة حتى تصل إلى النصاب، 85 جرام من الذهب، 595 جراما من الفضة، مفهوم؟ تمام. أنت الآن إيش تصنع؟ الشيخ شيبان أمرك لله، لديه خمسمائة دينار كويتي، كم؟ 500 دينار كويتي في الخزنة، حال عليه الحول، فيها زكاة أو لا؟ ماذا تصنع يا شيخ شيبان؟ افتح الخزنة في 1 رمضان، لأنه هو محدد الحول في 1 رمضان، فتح الخزنة كم؟
500 دينار حال عليه الحول، يأتي إلى هذا اللي بيع الذهب يقول له 85 جرام من الذهب كم تساوي بالدينار الكويتي اليوم؟ قال تساوي 490 دينار كويتي. إذا ليس فيها زكاة صح؟ لكم لديه هو؟ 500 وكم لديه؟ 490 قلنا. إذا ليس فيها زكاة. يقول لا انتظر، كم 595 جرام من الفضة تساوي؟ نعم لا 490 معناها فيها زكاة طبعا، أي أم 501 ليس فيها زكاة، بس لكن ينظر إلى نصاب الفضة. الأقل هو الحول، أقل الثمن المقدار سواء من الذهب أو الفضة هو النصاب، مفهوم؟ إذا لم تبلغ هذا قال الذهب 510 والفضة 540، إذا ليس فيها الزكاة، 400 أو شيء سواء ذهب أو فضة إذن فيها الزكاة، مفهوم؟ واضح جدا إن شاء الله تعالى. ماذا يصنع؟ 500 يقسم على 40 ويخرج المقدار ولله الحمد. هذا بالنسبة للذهب والفضة. السام بهيمة الأنعام يرجع للجدول، عروض التجارة يقسم على 40، الخارج من الأرض حبوب وثمار، ينظر بحسب ماذا؟ بحسب السقي، إذا كان بكلفة مواتير وديزل بنزين كهرب، إذن هذا بمؤونة أو بغير مؤونة. إذا كان بمؤونة فيها بمؤونة بكلفة نصف العشر، وبغير مؤونة ها العشر، يعني يقسم على عشرة. نعم وهناك يقسم على 20. نعم الركاز بعض الفقهاء يدخل الركاز في الزكاة، وبعض الفقهاء يقول لا، لأن الركاز في الخمس. ما هو الركاز؟ الأموال هي ما كان من دفن الجاهلية، يعني قبل الإسلام، يعني الشيخ شيبان اشترى أرض واحفر في الأرض وجد قطعة ذهبية مختومة بختم الدولة الإغريقية، إذن هذا ركاز، مفهوم؟ أما مختوم بختم الدولة السعودية لا، هذه لقطة تأتينا إن شاء الله، مفهوم؟ الدولة الإغريقية. فماذا يصنع الآن؟ كم تساوي هذه القطعة؟ أقول تساوي 5 دراهم، إذن فيها كم؟ درهم وله 4 دراهم صح؟ درهم يخرج الزكاة 4 دراهم. من تدفع لهم الزكاة؟ أصناف 8، لابد أن تدفع الزكاة لهذه الأصناف 8، يصح أن يقتصر على واحد منهم. نعم الفقراء المساكين. نعم طيب، هل في سبيل الله يشمل أبواب الخير؟ لا، في سبيل الله الجهاد، بناء المساجد، تعبيد الطرق، لا، مفهوم؟ أي نعم. هناك أناس تحرم عليهم الزكاة، غني قوي مكتسب آل البيت الفروع والأصول، من تجب عليهم النفقة. نعم الكافر، هؤلاء تحرم عليهم الزكاة، لكن قد نعطيهم من الصدقة، يعني النافلة. نعم زكاة الفطر لها أوقات 3، وقت جواز ووقت استحباب ووقت تحريم. وقت جواز قبل يوم العيد بيوم أو يومين، 29 و30 من رمضان. وقت استحباب بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى قبل صلاة العيد. وقت تحريم بعد صلاة العيد. مقدار زكاة الفطر صاعا من طعام، تقريبا 3 كيلو جرام من الرز، قمح، شعير، تمر، زبيب. الأحوال تنوي بالزيادة أنها صدقة، مفهوم؟ أحوال تجعلها 3 كيلو جرام، مفهوم؟ نعم هي أقل من هذا. تدفع لمن؟ فقراء المساكين.
عمن تجب. كل من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم تجب عليه الزكاة، صغير كبير ذكر أنثى حر عبد، الجنين يستحب إخراج الزكاة عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. مرت ساعة وباقي ها؟ باقي. الله يجزاك خير. كتاب الصيام. الصيام أركان الصيام لابد في الصيام من ركنين، إمساك ونية، إمساك ونية. ولهذا يعرف الفقهاء رحمه الله تعالى الصيام بأنه التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الصيام لابد له من ركنين، نية وإمساك. فهذا الشيخ قال لم أنوى الصيام. الصيام فرض أو نافل؟ فرض، لابد أن تنوي من الليل، ويكفي في صيام شهر رمضان أن تنوي عند دخول الشهر، تنوي الشهر بأكمله ولا إشكال في هذا. نعم. أما صيام النافلة يصح في أي ساعة من النهار ما لم تأتي بمفطر من المفطرات، لكن لا يحسب لك الأجر إلا من عند النية، عقد النية. مفهوم؟ يعني هذا الشيخ غدا الاثنين استيقظ صلى الفجر والساعة الثامنة قال سبحان الله أنا أريد أصوم هذا اليوم ولم أكل ولم أشرب، ينوي هنا يصح، لكن صيام فرض لا. مفهوم؟ نعم. والإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات. نعم. عندنا صيام فرض وصيام نفل. صيام الفرض ثلاثة أشياء: رمضان والكفارات والنذور، والبقية صيام نافل. يستحب صيام يوم الاثنين والخميس والاثنين آكل، وصيام الأيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وصيام يوم وفطر يوم، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام ست من شوال لمن صام رمضان واتبعوا ستة من شوال، وصيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر، أي شهر؟ محرم. وصيام محرم وكذلك شعبان. نعم. لكن لا يصوم الشهر بأكمله، صيام يوم عرفة ذكرنا. عندنا صيام محرم، صيام العيدين، وصيام يوم الشك، وصيام يوم عرفة للحاج، وصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وصيام الدهر، وصيام إفراد يوم الجمعة بالصيام. مفهوم؟ نعم. عندنا أشياء محرمة على الصائم، يحرم على الصائم قول الزور وفعل الزور، قول كل محرم فعل كل محرم. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قول الزور وفعل الزور، هل هي من المفطرات؟ قال لو كانت من المفطرات لم يبقى لنا صيام. هذا أحمد يقول رحمه الله من ورعه رحمه الله، ولو بعيد عن هذه الأشياء نحسب كذلك الله حسيب. إذن هي ليست من محرم، من المحرمات، تنقص من الأجر. نعم. المفطرات: الأكل والشرب، الطعام والشراب وما يقوم مقام الطعام والشراب أو يجري مجرى الطعام والشراب، أخذ قطعة بلاستيك وابتلعها من المفطرات. الطعام والشراب وما يقوم مقام الطعام والشراب، الإبر المغذية، أما إبرة فلترين لا إشكال فيها، إبرة بنج لخلع الضرس لا إشكال، وما يجري مجرى الطعام والشراب. الحجامة، التبرع بالدم مثل الحجامة من المفطرات، أما أخذ عينة تحليل دم ليس من المفطرات. الجماع، الاستبناء، تعمد إخراج المني، تعمد القي، هذه مفطرات. مفهوم؟
أي نعم. إيش غيره؟ كتاب الحج إلى غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد.